موازاة مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي إطار الاحتفال بمرور سنة على افتتاح بيت الصحافة بطنجة، تم تكريم الشاعر والإعلامي عبد الرفيع الجواهري. إنه بيت الصحافة المعلمة الأولى من نوعها عربيا وإفريقيا. في إطار تكريمي كإعلامي قديم سبق له أن اشتغل في الإذاعة الوطنية في سنوات الستينات إلى حدود سنة 1970، وكذلك كمذيع للأخبار ومنتج للبرامج الثقافية والفنية في التلفزة المغربية عند إحداثها في سنواتها الأولى. وأنا أعتز بهذا التكريم الذي يأتي من زملائي وزميلاتي الإعلاميين والإعلاميات، وكذلك أعتز أن هذا التكريم يأتي في متزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة. المبادرة ديال التكريم السي عبد الرفيع الجواهري، المبادرة هي محمودة، زائد أنه شنو اللي محمود فيها وشنو المميز فيها، وأن الناس اللي مقيمين على هذا الحفل هذا أنهم جابوا أصوات شابة جديدة، هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الاهتمام ديال هاد الناس اللي كيشتغلوا على مثل هاد الحفلات هادو والتكريمات، أنهم يكون واحد التواصل ما بين الجيل القديم اللي بدع وبدع بشكل يعني كبير، والجيل الجديد دابا اللي كيشقطريقو يعرف كيفاش كانوا الناس كيخدموا، كيفاش الناس كانوا كيشتغلوا، المستوى الكبير الفني والأدبي والراقي اللي كانوا كيشتغلوا عليه. أكيد أنا فرحانة بمشاركتي في هذا التكريم ديال عملاق من عمالقة الفن المغربي بمساره الحقوقي والفني. كحلم كان أي شاب صوت مثقف يعني طاروب أكيد حلمه أنه يغني من كلمات الأستاذ الشاعر الجواهري. هي خطوة العودة إلى الزمن الجميل، زمن الموسيقى المغربية، من خلال أشعار الجواهري التي صدحت بها حناجر الرواد كعبد الهادي بالخياط، محمد الحياني، ورجاء بن المليح.